بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سنبدأ أيها المشاهد الكريم حديثنا عن مفهوم التاريخ وفلسفته، ويتألف هذا المنهج من 4 وحدات رئيسية. تبدأ الأولى بمفهوم دراسة التاريخ وأغراضه، والوحدة الثانية تعنى بمراحل تطور علم التاريخ، بينما ستفرد الوحدة الثالثة لتناول مصادر البحث التاريخي ومنهجه وعلومه المساعدة. أما الوحدة الرابعة والأخيرة فستخصص لمدارس فلسفة التاريخ. ونبدأ الوحدة الأولى بحديث عن ماهية التاريخ والتاريخ لغة واصطلاحا. فالثابت أن أي محاولة لتحديد معنى مصطلح التاريخ في عصرنا الحالي ينبغي أن تأخذ في الحسبان 3 مستويات من المعاني لكلمة تاريخ. وكما هو معلوم لدى السيد المشاهد أن التاريخ يمثل مجمل النشاط الإنساني، أي ما أنجزه البشر من أعمال طوال تاريخهم الذي يبدأ بوجود الإنسان على كوكب الأرض. وهناك الكثير من التعريفات التي تندرج تحت مفهوم التاريخ من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. فأي محاولة لتناوله لا تخرج عن هذه المحاور 3. المحور الثاني يتحدث عن التاريخ باعتباره سجلا للحوادث، وهو الاستخدام الأكثر شيوعا، بمعنى يعني أن التاريخ يمثل الحوادث التي تنتج من أنشطة البشر في مختلف بقاع الأرض وفي مختلف الحقب، وهذه الحوادث هي التي تشكل فيما بعد ما يعرف بعلم التاريخ، وهي المرحلة الثالثة من هذا التعريف. فالتاريخ بوصفه علما ونظاما تعليميا لا ينفصل عن هذه المفردة التي تجعل هذه الحوادث هي موضوع التاريخ. فالمؤرخ يبدأ برصد وحصر هذه الحوادث ويتناولها بمنهج علمي وأسلوب منهجي ليشكل ما يعرف بعلم التاريخ. هناك كثير من الأشياء التي تدور في أذهان الناس عن التاريخ وماهيته وأصول المصطلح نفسه من الناحية اللغوية ومن الناحية الاشتقاقية، وهذه الأشياء سنتناولها إن شاء الله في ثنايا حديثنا عن هذه الوحدات. من المسائل التي ينبغي أن نتعرض لها في حديثنا عن ماهية التاريخ وارتباطه اللغوي ببعض الحضارات القديمة، نجد أن الإغريق استخدموا مفردة تدل على التاريخ من مفهومهم ومن منظورهم، وباعتبار أن التاريخ ارتبط بالماضي وبالأشياء القديمة، وهذه الكلمة هي آرخ أو آركيون. وهناك كلمة أخرى هي كلمة استوريا أو هيستوريا، وتعني الرصد والدراسة بالاستقصاء والتجريب. وهذه المصطلحات وجدت سبيلها إلى اللغات الأوروبية عن طريق اللغة اللاتينية، ومنها إلى اللغات الأوروبية الحية مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية. والمفهوم الذي نتداوله الآن في اللغة العربية يعني خاصة من الناحية اللغوية لا نجد له شاهدا أو دليلا في القرآن الكريم ولا في الحديث النبوي الشريف، وربما لم نقف حتى على إشارة في الشعر العربي القديم، وإنما وردت مصطلحات يعني ذات دلالات لغوية لاحقا
لتدل على أن العرب قصدوا بالتاريخ التوقيت، وميزوا بين الحوادث نفسها التي ارتبطت بهذا التوقيت وبين العلم الذي يعنى برصد هذه الحوادث التي اقترنت بهذا التوقيت باستخدام الهمزة على الألف للتمييز بين الحوادث، ومن غير ألف من غير همزة يميزوا العلم الذي يعنى بهذه الحوادث. وتواصلت الجهود فيما يتصل بالمعنى الاصطلاحي، وأصبح التاريخ يعني رصد مسار حركة البشرية على سطح الأرض منذ أن وجد الإنسان عليها. وارتبط هذا أيضا بتطور الوسائل التدوينية المختلفة وتطور الكتابة. وسنقف أيضا من خلال حديثنا عن مراحل تطور التاريخ على تطور العلم نفسه، وهذا سيأتي لاحقا. من المسائل التي ينبغي أن نقف عندها عند دراستنا وتناولنا للتاريخ وإسهاماته وما إلى ذلك، ما يدور في أذهان الكثيرين حول كنه التاريخ وارتباطه بالعلم وارتباطه بالفن. بمعنى آخر، هل التاريخ علم أم فن؟ يرى أنصار علم عملية التاريخ أو علمية التاريخ أن التاريخ يتصف بخصائص التفكير العلمي المختلفة، ويرون أنه يتسم بالدقة، دقة المفاهيم، وبالبناء النسقي والموضوعية والتحليل واتصال البحث العلمي. وهذه الأشياء تجعل الذين ينفون صفة العلمية عن التاريخ لا يجدون ما يبرر ذلك. بمعنى آخر، أن الذين يصفون التاريخ بالعلمية يضعون في الاعتبار أن التاريخ ليس منهج تجريب واختبار كما هو الحال في العلوم التطبيقية المختلفة مثل الكيمياء والفيزياء، وإنما هو علم نقد وتحقيق. وهذا أيضا يجعل صفة العلم ملازمة لهذا العلم، رغم أنه لا يخضع للتجريب كما ذكرنا وكما هو الحال في العلوم التطبيقية. من المسائل التي ينبغي أن نشير إليها أن صفة العلمية تتوفر في هذا العلم باعتبار أن المؤرخ يوظف منهجا علميا متكاملا، يبدأ بتحديد المشكلة المراد دراستها، ثم يجمع من البيانات والمعطيات والمعلومات ما يعين على التحقق من صحة أو عدم صحة ما ساقه من مبررات لهذه المشكلة التي يدرسها، ويتم هذا بتحقيق للمصادر نفسها والاستوثاق والتأكد من صحتها، ولا يتأتى له أن يصل إلى حقائق ومعلومات في غياب المنهجية العلمية الدقيقة. وهذا يؤكد أن التاريخ علم، ويضاف إلى هذا صفة الفن. وتأتي صفة الفن من أن المؤرخ ينبغي أن يتصف ببعض الصفات التي سنذكرها لاحقا، وحسبنا أن نشير هنا إلى أن هذه الصفة تجعل المؤرخ يتميز على غيره بتوظيفه للخيال في بناء الوقائع واستكمال السيناريو الظواهر التاريخية التي تمت في الماضي، لأنه ليس بالضرورة أن يكتب عن معايشه، وإنما يتجاوز حاجز الزمن وربما المكان ليوثق ويؤرخ لأحداث حدثت في عصور سابقة. والمنهج العلمي يمكنه من أن يجمع المادة العلمية اللازمة لذلك، لكن يقرن هذا ببعض الخصائص التي تدخل حتى في صفة الهبة الربانية لهذا المؤرخ.
من المسائل التي توظف أيضا في المصطلح أن التاريخ يعتبر سجلا للحوادث، وهذا الاستخدام هو الأكثر شيوعا واستخداما. لكن ينبغي أن ننظر إلى هذا، إلى أن التاريخ ليس مجرد تسجيل ورصد للحوادث، وإنما يقرن هذا بقدر كبير من التحليل ومن الاستقراء والاستنباط والتفسير لهذه الظواهر وتعليل هذه الظواهر والوصول إلى مسبباتها. ومن المسميات التي شغلت الناس كثيرا أيضا أن التاريخ الآن أصبح علما ونظاما تعليميا، ويرتبط هذا أيضا بالتطور الذي لحق بهذا العلم عبر الحقب والمراحل التاريخية المختلفة. من هناك العديد من المبادئ التي تقوم عليها مسألة دراسة التاريخ. فكما ذكرنا في بداية الحديث أن التاريخ ليس بالضرورة، أو ربما الواقع يدل على ذلك، أن يكون هماً للمتخصصين والمشتغلين به. فالتاريخ يشكل هماً ربما لعامة الناس ومن أفراد ومن جماعات، وبذات القدر يشكل هذا الهم بالنسبة للمتخصصين. بمعنى آخر أن التاريخ متاح للجميع لتوظيفه لكافة أغراضهم، إن كانت هذه الأغراض لمصلحة فردية أو لمصلحة جماعية. ومن هنا نجد أن هناك مبادئ أو أسس تقوم عليها دراسة التاريخ، وفوائد تجنى من دراسة التاريخ. فالتاريخ يستعان به لاستلهام العبر والدروس، فهو مصدر لمبدأ الاعتبار والعظة والتأسي بالقدوة الحسنة. وهذه الميزة التي تدفع بالكثيرين لدراسة التاريخ وتجعل دراسته مفيدة نجدها عند كافة الشعوب وكافة الديانات، إلا أنها أكثر رسوخا عندنا كمسلمين، لأن القرآن الكريم يظهر بالآيات القرآنية التي تدعونا إلى الاعتبار وإلى التأسي بالقدوة الحسنة والاعتبار بمن سبقنا من شعوب وأمم. وإن انسحب ما ورد في القرآن الكريم من ضرورة العناية بتجارب الأمم السابقة على الكثير من المؤلفات، فنجد على سبيل المثال ابن الأثير قد ميز بين العظة والاعتبار الدنيوي والاعتبارات الأخروية، وسار على نهجه ابن خلدون الذي رأى ضرورة أن نتأسى بالتاريخ ونأخذ العبر والدروس، وبلغ به المقام أن ألف كتابا سماه عن العبرة. وهذا الكتاب يزخر بتجارب الدول تجارب الشعوب السابقة التي تعين من يريد أن يرسم خارطة طريق أو معالم طريق لمجتمعه أو لنفسه أن يتأسى بها. ونخلص مما تقدم إلى أن التاريخ الذي يشكل علم تطور الإنسان هو في واقع الأمر مستودع للتجارب والخبرات. فالتاريخ يسعى لأن يربط العلل بالمعللات والأسباب بالمسببات، وهو مدرسة نتعلم منها ونستلهم منها العظة والعبرة والغدوة الحسنة. من المسائل التي تثار أيضا فيما يتصل بفوائد التاريخ وضرورة دراسته أو جدوى دراسته، مبدأ أن التاريخ لا يعيد نفسه ولا يقدم الحلول الجاهزة. فرغم أن التاريخ يشكل مستودعا للخبرات والتجارب السابقة التي تعين من يود أن يقف على هذه السوابق ليربط الحاضر بالماضي، لأن الماضي
يلقي بظلاله على الحاضر، والحاضر يصبح بمرور الزمن ماضيا، ويلقي أيضا هذا الماضي بظلاله على الحاضر. فتواصل هذه الحلقات من ماضي وحاضر ولاستشراف المستقبل تجعل بعض الناس يفكر في أن التاريخ ربما يعيد نفسه وأنه يقدم الحلول الجاهزة. والقارئ الحصيف والذي يقرأ بتمعن يجد أن التاريخ لا يعيد نفسه، وليس الدولاب يدور بنفس نمطه وشكله الذي حدث في السابق. فرغم أنه يعين على الوصول إلى الحلول وللمشكلات التي تواجهنا في حياتنا المعاصرة، غير أنه لا يقدم قوالب لحلول جاهزة بأسلوب نمطي، فهو لا يعيد نفسه، وهو أشبه ما يكون كما شبهه بعض العلماء بالنهر الجاري، تتجدد ماؤه مع هذا النهر بينما المجرى ثابت لا يتبدل. فالتاريخ يرتبط بعناصر ثلاث، هي البيئة والمكان والزمان والإنسان نفسه، لأن الإنسان هو محور وصانع التاريخ نفسه. فهذه العوامل الثلاثة تجعل أن عملية التاريخ في حالة تجدد وفي حالة صيرورة رغم تشابه الأحداث. فلكل حدث من هذه الحوادث ظروفه البيئية والمكانية. وكما ذكرت أن التاريخ ليس وعاء لحلول جاهزة، رغم أنه يعيننا على فهم حاضرنا بصورة عميقة ويسهل مهمة الوصول إلى حلول جذرية من واقع فهم واقعنا الذي نعيشه الآن. وقد نفشل في الوصول إلى حلول إن لم نستعن بالتاريخ وبما يسخر به من تجارب وخبرات سابقة. من المسائل التي ينبغي أن نشير إليها أيضا فيما يتصل بفوائد التاريخ وجدواه مسألة استشراف المستقبل. يسأل الكثيرون عن هل التاريخ بنفس قدر إعانته على للمرء على أن يقف على التجارب تمكن من صياغة الحاضر، هل يعين أيضا على استشراف المستقبل؟ بمعنى هل هناك أي قدر من التنبؤ بمسار الحركة، حركة التاريخ ومسار الأنشطة التي يقوم عليها المجتمع الآن؟ والتاريخ بمعنى هذا يعني يعين على أن نتحسب إلى ما قد يقع بقدر من التنبؤ، وليس في هذا كهانة ولا في هذا يعني ضرب من ضروب القيب، وإنما يستند إلى وقائع وأحداث حدثت في الماضي تعين من خلال التأمل والاستقراء الجيد على رسم صورة لما قد يحدث في المستقبل. رغم أن المستقبل في علم الغيب، والمولى عز وجل هو من يدري بتفاصيل ذلك، لكن هذا النهج يعين على الأقل في رسم خريطة طريق أو تحديد معالم تعين المرء على استلهام الدروس والعبر من تجارب سابقة لرسم معالم طريقه، وتجنب الكثير من المشكلات التي قد تحدث إذا لم نستلهم هذا التاريخ ونستعين به في استشراف المستقبل. وفي هذا التاريخ يعين على تجنب الكثير من الكوارث والكثير من المشكلات التي قد تواجه مجتمعاتنا. وكما ذكرنا أن التاريخ من هذه الجوانب المختلفة يمثل يعني رصيد معرفي من التجارب الذاخرة، وهذه التجارب تمثل حصيلة ما وقفت عليه الشعوب والأمم وفي مختلف بقاعها وبيئاتها. وليس بالضرورة أن نرسم حواجز بين تجارب الأمم
إن كانت في المشرق أو كانت في المغرب، فالتاريخ يمثل نتاج تجارب إنسانية بصرف النظر عن موقع من يعتزم أن يستفيد من هذه التجارب ومن يعتزم أن يقف على هذه التجارب، فهو بذلك يشكل رصيدا لا غنى عنه لمن يعتزم أن يخطط تخطيطا سليما، ويشكل كذلك رصيدا معرفيا وزادا، ويشكل كذلك موردا من العبر والدروس في شتى ضروبها، إن كانت في مجال الحروب أو في مجال الكوارث أو حتى في مجال ترسيخ وتنمية العلايق والصلات الإنسانية. نخلص من حديثنا هذا إلى أن التاريخ بمفهومه وفلسفته ودلالاته اللغوية والاصطلاحية قد مر بمراحل مختلفة، وقد تتباين الأفكار وتختلف، ونسوق مثال على أن العرب والمسلمين لم يوظفوا التاريخ بنفس دلالة كلمة هيستوريا التي كانت مستخدمة عند الإغريق بذات القدماء منهم، وإنما أضافوا عليها الكثير من الدلالات التي تبين أن التاريخ هو علم توقيت، وهو العلم الذي يستصحب البيئة ويستصحب الإنسان، والبيئة نعني بها المكان الذي يشكل مسرحا لهذه الحوادث، وأن التاريخ نفسه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هي الحوادث نفسها التي نجمت عن نشاط الإنسان في حقبه المختلفة وبيئاته المختلفة، والتاريخ كعلم يمثل العناية بتدوين ورصد هذه الحوادث التي نجمت عن النشاط الإنساني في البيئات المختلفة وفي الزمان المختلف. وربما سنقف لاحقا عند حديثنا عن ما مر به هذا العلم من تطور، على أن ارتباط التاريخ ببعض الممارسات من مراحل أسطورية ومراحل تعليل بطولي وما إلى ذلك تؤكد على أن هذه العوامل الثلاث، عامل البيئة وعامل الزمن، ينبغي وضعهما في الاعتبار عند تفسير وفهم التاريخ، لأن كل بيئة لها خصوصيتها، والبيئة هي التي تؤثر سلبا وإيجابا في مسار حركة التاريخ. ومن المسائل أيضا أن المدارس المختلفة التي اهتمت أو أولت عناية بالتاريخ وبفلسفته لها خصوصيتها كذلك حسب البيئة، فنجد الفلاسفة في المجتمع الغربي نادوا ببعض المبادئ وبعض المفاهيم التي تختلف عما نادى به الفلاسفة في المشرق وبالذات في عالمنا الإسلامي، وهذه مسائل سنقف عليها عندما نتناول هذا الجانب في وحدات لاحقة. من المسائل التي ترتبط أيضا بالمفاهيم طبيعة المصادر التي تعنى بالتاريخ، فالتاريخ يستند استنادا وثيقا إلى المصادر، والمصادر نفسها تتنوع وتنقسم إلى مصادر وثائقية ومصادر غير وثائقية، بمعنى أنه الوثائقية نفسها تنقسم إلى آثار ربما تكون مادية نجمت عن حركة المجتمع في بقاع مختلفة، ويدخل تحت هذا مخلفات الإنسان الآثارية، ثم نجد المدونات التي دونت على وسائط مختلفة وفقا لمراحل تطور الأوعية التي دون عليها هذا الإنسان، ثم اتصال كل هذا بعلوم أخرى مساعدة عانت على بلورة الجانب المصدري والبحث المتعلق بتأصيل
وإثبات مسار حركة التاريخ، وإطفاء غدر كبير من المنهجية والعلمية على هذا العلم. من الجوانب التي ينبغي أن نتعرض لها أيضا أن هذه الوحدات التي تناولناها في هذه الوحدة المدخلية ترتبط بمسألة الحوادث نفسها وتنوع هذه الحوادث واتصال هذه الحوادث ببعض الشخصيات. فهناك حوادث ارتبطت بشخصيات معينة، وهناك حوادث ارتبطت بالمجتمع، ولعل هذا جعل بعض الذين اهتموا برصد التاريخ والعناية بتأصيله وبفلسفته ربطوا بين التاريخ وبين التفسير البطولي للتاريخ. وفي ختام حديثنا عن هذه الوحدة الأولى، عن المفهوم نفسه والتعريف للتاريخ، نخلص إلى أن التاريخ مهم للأفراد ومهم للجماعات، ولعلنا دون أن نحس نرجع للتاريخ في كل شؤوننا ونستانس به في سوابقنا، فهو معين لنا في حياتنا. ومن ناحية المصطلح، أنه قد المصطلح من ناحية اللغوية قد مر بمراحل تطور وانتهى به الأمر إلى أن يعني التوقيت وربط الأحداث بمواقيت معينة حدثت فيها. ومن المفاهيم التي ينبغي أن نقف عندها أيضا أن للتاريخ فوائد، فهو مصدر للعظة ومصدر للعبرة، ويدل هذا على أن التاريخ مستودع للتجارب، والقرآن الكريم الذي يمثل بدوره مصدرا لا غنى عنه لإبراز الدور الأخلاقي للحوادث السابقة والعناية بها في تجنب صياغة حواضرنا في صياغة حاضرنا واستشراف مستقبلنا. بمعنى آخر، أن العظة والعبرة تمثل جانبا أخلاقيا، والقرآن الكريم حثنا وحضنا على هذا، ورد كثير من الكوارث والمشكلات التي حاقت بالإنسان في حقبة التاريخية المختلفة إلى الفعل الإنساني نفسه. وحضنا القرآن الكريم من خلال الدعوة إلى التأسي بالماضي والاعتبار بتجارب وقصص السابقين إلى التمسك بالفضيلة والسيرة الحسنة، حتى لا نقع في مزالق الماضي. هذا ما أردت أن أقوله في هذه الوحدة، ونأمل أن نكون في قد أفيدنا قليلا وأضفنا شيئا إلى الحالة المعرفية للمشاهد الكريم. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.